إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة، فاللهم اجزه خير جزاء جزيت به رسولًا عن رسالته ونبيًا عن دعوته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين في الدنيا والآخرة. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته والعمل على مرضاته. معاشر الفضلاء والفضليات، الكل يحلم، يحلم بالنصر، يحلم بأن يستيقظ فيرى المسجد الأقصى حراً أبياً، ويرى دولة الإسلام والمسلمين في كل مكان سالمين غانمين مطمئنين قائمين بشعائر دينهم غير آبهين بشيء. لكن يفاجأ فيستيقظ ويرى الجراح، ويرى بأن دماء المسلمين صارت أرخص الدماء، وبأنهم مضطهدون في بقاع شتى من العالم. الكل يتابع، والأحداث أكثر من أن نعبر أو نصف، حتى أننا صرنا لا نطيق رؤية إخواننا يضطهدون في بقاع العالم، نساؤهم، دراريهم، أموالهم، ديارهم، وما أحداث المسجد الأقصى وأكناف المسجد الأقصى عليكم ببعيد. لكن هل هذا فيه غرابة لأناس وقوم الله عز وجل حذرنا منهم وبين أنهم أعداء هذا الدين وأعداء الأنبياء والمرسلين؟ إن اليهود ومن على شاكلتهم ودأبهم قد حملوا لواء العداء من يوم بعث النبي عليه الصلاة والسلام عربيا، وكانوا ينتظرون أن يكون منهم. فهذا العداء الذي حمل للنبي عليه الصلاة والسلام أولا، ولكل من تبعه على ملته ثانيا، هذا ليس أمرا حديثا متأخرا، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام دس له السم وأرادوا قتله وكادوا له ولأصحابه رضي الله تعالى عنهم. إن اليهود يخططون للأمد البعيد، فيعملون ويعملون ويثابرون ويجتهدون ويكدون، يفشلون اليوم لكن لا يسأمون،
يعيدون الكرة غدا، وما كان مستحيلا اليوم قد يتأتى لهم في الغد، وإن لم يتأتى في الغد فهو ممكن بعد غد. لقد قتلوا الأنبياء وباعوا في أسواقهم كأن أمرا لم يكن، قتل نبي مرسل معصوم يكون ليلا ويبيعون ويشترون نهارا كأن شيئا لم يحدث. أبعد هذا ننتظر منهم أن يوادون؟ أفننتظر منهم أن يكفوا عنا؟ لا وألف لا. إن القضية التي يسمونها بالفلسطينية هي قضية إسلامية وليست قضية جغرافية أو قضية أرض أو مكان، لا، المسجد الأقصى هو مسجد لكل المسلمين، تلك أرض مباركة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، فهو مسجد مبارك. وارتباط المسجد الحرام بالمسجد الأقصى تعبد وعبادة، لا قضية أناس مستقلين بعيدين لا صلة لنا بهم، لأن المسجد الحرام الدود عنه والدفاع عنه هذا من الدين ومن تعظيم شعائر الإسلام. فالمسجد الأقصى لا يقل على المسجد الحرام ارتباطا، فهو المسجد الذي يشد له الرحال من بين الثلاثة. ألم يقل نبينا عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد؟ مسجدي هذا أي المسجد النبوي، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. فدل ذلك على عظمه ومكانته. أخرج إبراهيم بن طهمان في سننه بسند صحيح عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أنهم جلسوا بين النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فتذاكرنا المسجد الأقصى وقلنا: يا رسول الله، أيهما أفضل، مسجد رسول الله أم المسجد الأقصى؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لمسجدي هذا أي المسجد النبوي صلاة فيه بأربع صلوات في المسجد الأقصى، ولنعم المصلى هو أي المسجد الأقصى، وليوشكن لأن يكون للرجل مثل شطن فرسه من الأرض يرى منها المسجد الأقصى خير له من الدنيا وما فيها، وفي رواية من الدنيا جميعا. حديث قد لا يحفظه الكثير منا وقد لا يعرفه العديد منا في فضل المسجد الأقصى. إن الصلاة في المسجد الأقصى 250 صلاة في المساجد الأخرى، وهذا أصح، لأن بعض الناس يسمعون 500 صلاة الحديث فيها ضعيفة. الصحيح هو ما ذكرته، 250 صلاة إلى صليتي في هذا المسجد صلاة واحدة في المسجد الأقصى، 250 صلاة سائر المساجد إلا المسجد الحرام والمسجد النبوي. المسجد النبوي بألف صلاة والمسجد الحرام بمئات ألف صلاة، فانظروا إلى عظم هذه المساجد، وانظروا إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم ماذا كانوا يتذاكرون وقلوبهم تحن إلى أن يصلوا في المسجد الأقصى، لأنه لم يكن قد حرر بعد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فتح في زمن عمر رضي الله تعالى عنه. فكانوا يتذاكرون، تشغلهم هموم الأمة، يشغلهم الفتح، يشغلهم الأرض المقدسة التي منها عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يصعد إلى السماء ويعرج به
بعد أن أسري به إلى المسجد الأقصى، فيصلي إماما بكل الأنبياء في المسجد الأقصى ويعرج به إلى السماوات، ثم يعود إلى المسجد الأقصى ومنه إلى البيت، إلى مكة البيت الحرام على البراق. فلماذا هذا الذهاب والصعود والإياب والرجوع؟ لتعظيم المسجد الأقصى. ألم يكن ممكنا أن يصلي بالأنبياء في الحرم المكي أو في الحرم المدني، ولم يكن بعدها قد هاجر عليه الصلاة والسلام؟ لكن شاء الله عز وجل أن يربطنا ارتباطا وثيقا بالمسجد الأقصى. ويسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن فضله، فيبين لهم الفضل ويبين لهم الأجر والثواب، ويذكر لنا علامة من علامات اقتراب الساعة، ومن علاماتها: وليوشكن لأن يكون للرجل مثل شطن، وفي رواية سبط فرسه. ما معناه شطن الفرس؟ هو الحبل الذي يمسك به الفرس، وصبط القوس هو موضع القوس على الأرض. تخيلوا معايا، الحبل ديال الفرس أو الحبل أو قلنا القوس، مني كتوضعوا على الأرض، شحال المكان دياله؟ مكان قليل، ضيق جدا. هذا غيصليه الرجل، وغادي يولي يتمنى يكون عنده موضع صغير قريب من المسجد الأقصى، غير يوقف فيه ويشوف فيه المسجد الأقصى، ماشي غيصلي فيه، لا، فيرى منه المسجد الأقصى. هذا خير له من الدنيا وما فيها. إذن الله عز وجل إذا شاء شيئا هيأ له الأسباب. وهذا لا يعني أننا نتواكل ونتقاعس ونجلس ولا ندافع عن، لكن هذا فيه بيان لكيد أعداء الله، ولأنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وعلى أن اليهود لا زالوا يكيدون ويدبرون ويمكرون، لكن نصر الله قريب. ولكنهم رغم مكرهم ورغم كيدهم شاء الله عز وجل لهذه الأمة، لأمة الإسلام، ألا تهتك بيضتها وأن تبقى حرة أبية، لكن شريطة تحقيق ما سنسمعه في الخطبة الثانية. نسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا المسلمين في كل مكان، وأن يرفع الاحتلال على فلسطين وعلى كل دول الإسلام، وأن يردها حرة أبية بقوته وجوده وكرمه. نفعني الله إياكم بالقرآن العظيم وبحديث سيد المرسلين، وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.